فقد ترك الفنان الفلسطيني محمد عساف انطباعا ايجابيا في مهرجان قرطاج الدولي، وقد امتع الجمهور لاكثر من ساعتين باغانيه الخاصه واغاني طربيه قديمه في اول ظهور له على ركح مسرح قرطاج الاثري. ربح مسرح قرطاج نقل محمد عساف بصوته الشجي وجع فلسطين الجريح من غزة إلى أريحة إلى القدس، تغنى بأمجاد المقاومة وبحلم شهيد في استرجاع وطن مسلوب. خذينا الفلسطين، خذينا لك الحاجة اللي احنا توافق دينها، بيسك عشنا برشا في فلسطين فمفتقدينها برشا. فن والحب والحياة، ولكنه لم ينسى فلسطين. فلسطين هي الأصل، واللي احنا ما يلزمناش ننساو فلسطين. محمد عساف فنان شاب بقدرات صوتية عالية أهلته ليكون نجم أحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية. اعتلاؤه ركح قرطاج أسال الكثير من الحبر بين رافض ومرحب. الإمكانيات والموهبة والقدرات هما اللي يقروا هل أنت تستحق قرطاج ولا لا. هو برهن الليلة اللي يستحق قرطاج وأكثر من قرطاج. صوته رائع، الأغاني سيليكسيون تاع الأغاني أروع. سهرية وحده صعيب وإنه يأثثها بكل بجميع أغانيه. كنت أفضل إنه صوت تونسي يكون إلى جانبه، كان أفضل. من وجع فراق الوطن ارتحل محمد عساف إلى عالم المجدنيات، فغنى دررا فنية خالدة من الزمن الجميل أطربت الجمهور. أمس كانت بمثابة امتحان لهذا الفنان الشاب، امتحان نجح في اجتيازه حسب الجمهور الذي واكب الحفل وتفاعل معه. قرطاج اليوم منح محمد عساف الخطوة الأولى باش يكون نجم عربي كبير في المستقبل، وسيبقى محمد عساف مدين لقرطاج بهذا 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 بهذه الاستضافة وبهذا الدور. محمد عساف اسم ينحت نجوميته بخطوات ثابتة، وحفل قرطاج سيظل نقطة مضيئة في بدايات مسيرة هذا الفنان الشاب.